بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء أتحدث عن مجموعة من الأسئلة عن الزكاة والديون والزكاة وحلي المرأة التي تلبسها، الذهب الذي تلبسه وتتحلى به للزينة. أما السؤال الأول، يقول: لي على رجل دين، فهل على هذا الدين زكاة؟ وهل هناك فرق بين الدين المجحود وغيره؟ الفقهاء قسموا الديون أقسام كثيرة، ولكن في هذا الموضوع بالذات قسموه إلى قسمين. القسم الأول الدين المأمول السداد، والثاني الدين غير المأمول السداد، بين قوسين المجحود. أما الدين المأمول السداد فهو مال يضم إلى مال الدائن. يعني أنا كنت معك 5000 دينار أردني، وإلك دين على واحد راح يسدك إياهم 5000 دينار أردني، إذا معك بالحقيقة كم؟ 10000 دينار أردني، لأن المال اللي عند الدائن المدين هو مؤقت عنده، وسيعود إليك بعد أن يقضي حاجته منه، فما زال ملكه لك وليس للمدين، لأن المدين حقيقة لا يملك، هو محتاج، لو لم يكن محتاجا لما أخذ هذا المال. فالدين المأمول السداد تجب فيه الزكاة على صاحبه، والدين المجحود السداد مش متأمل يسده، يسده إذا قبضه. وأوسع المذاهب في مسائل الديون هو الإمام مالك، مذهب المالكية والإمام مالك رحمه الله تعالى. أنا ما أتحدث بالتفاصيل الدقيقة لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات كذا، لكن نعطي يعني بالخلاصة خاصة لعموم الناس. السؤال الثاني: رجل مديون ومعه مال، فهل يزكي ماله؟ الرجل المديون وعليه ديون ومعه مال بده يعمل حساب، كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه، قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصن أموالكم فتؤدون منها الزكاة. فإذا كان عليه دين، الآن مع 5000 دينار أردني، عليه دين 2000، بخصم، بضل 5000 ناقص 2000، بضل 3000. إذا من كان عليه دين وله مال يخصم الدين الذي يريد سداده ويزكي الباقي إذا بلغ الباقي النصاب، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث يقول: رجل عليه دين ومعه نصاب الزكاة ولم يسد هذا الدين الذي عليه، فهل يزكي المبلغ الذي معه وقد مر عليه الحول؟ يعني هذا الإنسان غريب عجيب، عليه دين ومعه نصاب الزكاة وما بده يسد الدين. إذا ما دام أنت عليك دين ولا تريد أن تسد الدين ومعك مال قد بلغ النصاب، تجب عليك الزكاة. متى يخصم دينك؟ إن أردت سداده. أما مماطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. إذن هذه المماطلة لا معنى لها ولا قيمة. فمن ملك الزكاة وعليه دين يخصم دينه، أما عليه دين ولا يريد سداده وملك النصاب كله زكي يقول أنا مديون، طب أنت سد، أنت معك. إذا لم يسد دينه وقد بلغ ماله النصاب فتجب في ماله الزكاة، والله تعالى أعلم. السؤال الرابع بيقول: زوجتي معها 8000 دينار أردني مع زوجته، ومر عليه الحول وعلي دين بألف دينار، فهل يجوز أن تخصم الألف دينار قبل زكاة مالها؟ كيف تخصم؟ هي الزوجة معها 8000 دينار والزوج مديون بألف دينار، إيش دخل الزوجة بالزوج من حيث المال، ملكية المال؟ هذا المال مالها، لا تخصم دين زوجها لأن لها ذمة مالية مستقلة من حيث الكسب ومن حيث الإنفاق، فهي تنفق كما تشاء بحدود الشرع وتكسب المال كما تشاء بحدود الشرع، فلا علاقة ما بين الأمرين، لا تخصم دين زوجها، ولكن تستطيع أن تعطي زوجها من زكاة مالها. أما تخصم دين زوجها من مالها فهذا غير وارد ولا يجوز، والله تعالى أعلم. السؤال الخامس يقول: لي مال على شخص
وله محل تجاري وهذا المحل دمر لسبب أو لآخر ولا شيء معه ليسدني، فهل على مالي الذي اقترضته زكاة؟ إنه هو مقترض من شخص له مال، وهذا صاحب المال دمر محله لسبب أو لآخر أو بطريقة ما، فهل يا ترى على هذا الشخص اللي له مال عليه زكاة؟ إن أردت أن تعطي هذا الشخص من زكاة مالك وتفرج كربته فهذا جائز وفيه تفريج الكروب عن هذا الإنسان المصاب في ماله اللي اتدمر محله، والله تعالى أعلم. السؤال الآخر بيقول زكاة الدين هل هو على الدائن أم على المدين؟ يعني واحد الدائن 2000 دينار أردني، الزكاة على اللي أخذهن الدائنهن ولا على صاحبهن؟ الزكاة تكون على الدائن على صاحب المال، لأن المدين هو تجوز الزكاة عليه ولا تفرض الزكاة في ماله، فهو أخذ هذا المال ليدبر أمره، فالزكاة تكون على الدائن وليست على المدين، والله تعالى أعلم. السؤال الآخر في هذا اللقاء، هل على حلي المرأة زكاة؟ الذهب الذي تتحلى به النساء هل عليه الزكاة؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حلي المرأة لا زكاة فيها بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون هذا الحلي من المباحات وليس فيه محرمات، يعني تكون زينة مباحة ليست محرمة، يعني ما فيها تماثيل مثلا فهذه محرمة. الشرط الأول أن تكون هذه الحلي من المباحات. الشرط الثاني أن تكون هذه الحلي من حيث القيمة مما تعارفت عليه نساء العصر، يعني في عصرنا الحاضر يعني نقول مثلا عادة تتحلى المرأة من 3000 إلى ممكن 7000 دينار أردني، فإذا كانت قيمة هذه الحلي بهذه القيمة مما تعارفت عليه نساء العصر فلا زكاة فيها. أما واحد عنده ولا في الدار 20000 دينار تقول هذا الحلي بتحلى فيه، هذا لا يقبل، لأن نساء العصر لا تتحلى مثل هذه المبالغ الباهظة، وإن وجدت فهذه نادرة وشاذة، والحكم ليس للنادر ولا للشاذ وإنما الحكم للعموم. إذن الشرط الأول أن تكون من المباحات هذه الزينة وليس فيها محرمات. الشرط الثاني أن تكون قيمتها مما تعارفت عليه نساء العصر. الشرط الثالث أن تكون للزينة مدخرة وليست للدخار واليومك الأبيض دخر قرشك الأبيض ويومك الأسود والآخر من هذا الكلام، فإن كانت للإدخار وجبت فيها الزكاة. إذن الشرط الثلاث شروط، الأولاني أن تكون الزينة من المباحات، الشرط الثاني أن تكون قيمتها مما تعارفت عليه نساء العصر في قيمة الزينة على وجه العموم، الشرط الثالث أن تكون هذه الحلي للزينة وليست للإدخار، وذلك لأن الشرع شرع للمرأة أن تتزين بذهبها، ربنا سمح لها وأعطاها هذا الحق وكان هذا الحق لها، فأصبحت هذه الحلي محبوسة للزينة ليست للنماء ولا لأي غرض له علاقة بالنماء، فعندئذ لا تجب الزكاة في حلي المرأة شرط وجود هذه الثلاث شروط. أما الأحاديث التي ذكرت فيها في زكاة حلي المرأة فمعظمها أحاديث ضعيفة ضعفها كثير من المحدثين وقدح بها أيضا كثير من الفقهاء لعلل وجدت في أسانيدها، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير أو قبل الأخير يقول كانت زوجتي يعني زوجته تتحلى بمجموعة من الحلي ثم باعتها بعد ذلك، كانت تتحلى فيها وباعتها، إذا باعت الحلي أصبحت بطلت تصير حلي أو إنما أصبحت أموالا سائرة سواء مدخرة أو تبيع وتشتري بها، فعندئذ إذا تحولت الحلي من زينة إلى مال نقدي تجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.